بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجات بسيطه كده، يعني نوع من انواع الفطاير تنفع في رمضان، وبرضو وصفه تنفع في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، خلاص كلها ساعات وان شاء الله نكون في رمضان. هنعمل فطاير محشيه سبانخ، لان انطلب مننا حاجه بالسبانخ وكمان لذيذه وطعمها كده فيها مزازه شويه، لان فيها شويه سماء هيدوها طعم حلو قوي. وكمان هنعمل الوصفه الثانيه حلوه هتعجبكم، خليوها لساعتها. اول حاجه عندي الفطاير بتاعتنا هيبقى مقاديرها العجينه لوحدها زي ما انتم شايفين، 3 كوبايات من الدقيق ونص كوبايه زبده، وكمان عندنا بيضه ومعلقه خميره ومعلقه من السكر ومعلقه صغيره من الملح. والحشوه بقى هتكون كيلو سبانخ واخدين الورق ومفروم كده زي ما انتم شايفينه، وكمان عندنا كوبايه من الجبنه المشكله وعلبه زبادي صغيره، واكيد طبعا شويه ملح ومعلقه سماء. مفيش اكتر من كده، مفيش اكتر من كده، لان انا عايز طعم الزبادي مع السماء يبان، المزازه بتاعتنا تبان. بسم الله هنشتغل كده، نقول بسم الله وناخد الدقيق نفضيه كله تمام كده، وبعدين هناخد عليها نص كوباية الزبدة وبعدين معلقة السكر والخميرة ونص معلقة الملح والبيضة، كل الحاجات دي مع بعضها كده تمام، ونعجن. نقول بسم الله كده ونعجن الخليط. لازم العجينة دي تتخدم معانا، لازم تتخدم اهو. هنزود مية اكيد طبعا، هنزود مية عشان العجينة تطلع معانا صح الصح. هنيجي بقى ناخد معانا تمام، بنيجي بقى زي ما قلنا هنزود المية شوية بشوية اهو، مش عايزين نزود ميه كتير زي ما انا عودتكم علشان خاطر العجينه تطلع معانا بالشكل اللي هوريكم. وفي نفس الوقت هنروح نسوي بقى السبانخ. يلا بينا بسم الله. نجيب طاسه كبيره، لان طبعا شايفين كميه السبانخ الموجوده قدامنا دي هتنزل على ما فيش، هتنزل يعني كلها هتبقى كده شويه صغيرين. ناخد شويه زيت وكمان حته زبده صغيره، ونروح عشان نسوي مع بعض السبانخ. اول ما الزيت والزبده تسيح معانا، اول ما الزيت والزبده يسيحوا معانا تمام كده اهو، ما بسيبش طبعا الزبده تتحرق. وبعدين زي ما قلت السبانخ ان شاء الله هوريكم طبعا حجمها عامل ازاي، وبعد ما بتستوي بيبقى حجمها عامل ازاي. ننزل دلوقتي كل كميه السبانخ. بصوا حجمها زي ما قلت مالي معانا الوقت بتاعنا، ولكن بعد دقيقة هتلاقوها بقت زي ما بنقول مفيش، يعني شوية صغيرين كده. كل الأوراق بتاعتنا دي أهو تمام، بنقلب كويس قوي. شوفوا بقى ده إيه حجمها يخس، ولكن دلوقتي بقى هنحط عليها السماء. طب الزبادي لا خالص، بعد ما تستوي خالص تمام. حلو قوي، نقلب اهو بالراحه، ونحط شويه الملح البسيطه، مفيش نكهات تانيه خالص يا جماعه، يعني مفيش توم ولا اي حاجه تانيه لا خالص. بصوا بقى كميه السبانخ بقت عامله ازاي تمام اهو. بصوا حجم الوك كان مليان سبانخ، دلوقتي وصل معانا للشكل ده. طبعا اديناها شويه ملح واديناها كمان السماء، طعمها بيبقى مزز خالص. طيب يا شيف يسري السبانخ استوت كتير كده؟ اه خلاص خلاص كده اه، هنرفعها ونروح نحطها في مصفى علشان تصفي ميتها خالص اهي. جميل، لان الميه دي انا مش محتاجها، لو حطيتها على عجين هتخليها طريه ومش هتستوي. ونضغط عليها كده ضغطتين، شايفين بقى الميه نزلت اهي. نضغط كمان شويه ونسيبها شوية كده لغاية ما تبرد معانا تمام. بقى اعمل ايه بقى؟ اروح اكمل العجين بتاعنا. ننزل الحروف الاول
وبعد ما ننزل الحروف كده نزود شويه ميه صغيرين. تمام، جميل. بصوا بقى، كان جالي سؤال يعني من الحاجه، تقريبا الحاجه سميره الاسبوع اللي فات او في اول اسبوع، كانت عايزه حاجات بالسبانخ. انا انبسطت منها لما قالت احفادي عايزين ياكلوا السبانخ. طبعا الاطفال كتير قوي ما بيحبوش ياكلوا السبانخ، لكن فيها كميه حديد روعه، عشان كده يا ريت ناكلها على طول. انا بصراحه من عشاق السبانخ، يعني في اي حاجه باكلها، فجربوها. يعني تقريبا انا مولود في غيط سبانخ. نحط شويه ميه، نحطها طبعا زي ما انتم شايفين في الفطاير، نحطها في اي انواع، في حاجات كتير قوي. واحنا عملنا ممكن نعمل العاديه، السبانخ العاديه المطبوخه بصوص الطماطم، حلوه جدا، ونحط معاها شويه رز. يعني سبانخ حلوه جدا. هنجيب بوله بقى عشان نوريكم دلوقتي هنعمل ايه. رشه كده من الميه كمان. انا بس العجينه مستني لما تطلع معانا، لان العجينه دي روعه الروعه. زود السرعه شويه. انا طبعا شفتوا انا بنزل الميه قد ايه. ليه؟ لان انا ما اضمنش دي نوعه ايه او جاي منين، فعشان كده ما بحطش مقدار ميه ثابت. بنزل كمان نقطه كمان اهي، بس مش اكتر من كده، وخليها تلم معانا. عندي هنا بقيه الحاجات زي ما انتم شايفينها، لما نيجي نطلع العجينه بتاعتنا هوريكم شكلها. وبعدين السبانخ اهي بعد ما نزلت معانا واتصفت خالص، ما فيهاش ميه خالص اهي، اخر شويه ميه ضغطت عليهم اهو. هنجي بقى هنا نقلب السبانخ كده مع الزبادي. شايفين الكميه الصغيره دي؟ تعمل كميه من الفطاير كبيره جدا. وهنيجي هنا ناخدها، يبقى علبه الزبادي اهي، بنقلبها مع السبانخ بالراحه. ولازم تبقى بارده، لازم كمان تبقى بارده، ما تبقاش سخنه. بصوا بقى الخليط بتاعنا روعه. شيف يوسف طعمه هيبقى عامل ازاي؟ بجد لما تجربوه هتعرفوا، وكلموني بعد ما تعملوها. ادي الخليط بتاعنا، زبادي على سبانخ على سماء، حاجه كده مهوله. خلاص نبص على العجينه، شكرا، نطلعها كده ونبص كده. شايفين اهي العجينه بتاعتنا طالعه معانا. هناخدها نلمها، وبعد ما نلمها كده كويس قوي هنحطها في بوله كويسه علشان تتخمر معانا. اهي العجينه كده هنلمها كويس قوي، بعد ما نلمها هناخدها نحطها في بوله وفي مكان دافي متغطيه علشان تتخمر معانا. بعد ما تتخمر معايا بفردها، بتبقى بالشكل ده. ما بفردها بتبقى بالشكل ده، تمام. وبعدين اسيبها شويه علشان ترفع معايا شويه، ونيجي بفورمه كده نقطعها كويس قوي. شايفين الفرم اهي، بنقطع كلها فورمه قد بعض. وبعدين بعد ما بنحط الفرم بتاعتي كده قد بعض اهو. طب العجينه الزياده دي بعمل فيها ايه؟ برجع المها تاني واسيبها تهدى شويه او تتخمر شويه، وارجع اقطعها تاني. اقول تاني، العجينه دي الزياده دي اهو، بعد ما عملناها كده ارفع الزياده دي كلها والمها تمام. بنلم كل الزياده دي، والعجينه طبعا مخدومه كويس ومتخمره كويس، حلو. بناخدها نلمها تاني كده اهو، وبعد ما بنلمها كويس قوي بنعمل ايه؟ بنسيبها تتخمر تاني اهي. حلوه قوي. بعد ما بتتلم معايا كده سيبها تتخمر تاني وافردها تاني. جميل، عشان كده انا ما برميش اي حاجه. ونجيب بقى السبانخ اللي احنا بردناها دي، ولكن قبل ما نعمل اي حاجه هنرشها بالميه، سواء بالبخاخه او بالفرشه، لكن البخاخه اسرع دايما. نرشها كويس قوي بالميه. ليه يا شيف يسري؟ هقول لكم ليه دلوقتي. بعد ما رشيناها بالميه، انا طبعا عامل شويه سبانخ قبلها وخليتهم يبردوا، وناخد قطع صغيره كده مش حشوه كبيره اهو، ونضمها جنب بعضها كده، او نقفل القطع على بعضها، تطلع معانا زي ما هنشوفها احلى فطاير بالسبانخ
يبقى كده عملنا وصفه حلوه قوي. تنفع في رمضان يا شيف يسري؟ طبعا زي السمبوسك كده والحاجات دي، بس دي مفتوحه. يعني ايه مفتوحه؟ هتشوفوها دلوقتي حالا. يعني ما بنعملهاش السمبوسك بتبقى مقفوله، دي بتبقى مفتوحه بالراحه خالص. طب يا شيف يسري ممكن اضيف لها بصل؟ والله دي حاجه ترجع لكم، تضيفوا بصل، تضيفوا ثوم، اللي بيحب اي نكهات يضيفها، ولكن هي كده بالشكل ده بطعمها المزز ده موضوع تاني خالص خالص. اخر واحده اهي والثانيه كمان، بس خلوا الحشوه صغيره. تمام. طبعا انا هحطها في الفرن بس امسح ايديا وبعد كده ارجع لكم هنشوف هنلمها ازاي. حلو قوي. بنشيل طبعا الزيادات دي عشان تخلي الفطاير تقفل معايا صح، ونجيب الصاج بتاعنا جنبنا هنا ونعمل ايه؟ ناخد كده بسم الله ونضغط الناحيتين دول كويس قوي اهو. تمام. وبعدين نيجي على الناحيتين التانيين ونضغطهم كده، بس نضغط كويس قوي. ليه؟ علشان ما تفكش معايا في الفرن اهي. الثانيه اهي، ونضغط كده ونضغط دي كده، وبعدين بعد ما نضغطكم كويس قوي جامد وانا رشش ميه عشان تمسك، بضغط الثانيه كده. حلو. ودي كمان اهو، ونكمل كل الوصفه انا بعملها بالراحه عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. الضغطه دي هي اللي ما بتخليهاش تفك معايا. حلو. اخر واحده اهي اه تمام. وبعدين ندخلها الفرن على درجه حراره 200، والفرن يكون ولع قبلنا يعني قبلها عشان خاطر تطلع معانا بالشكل اللي هتشوفوه ان شاء الله. فانا طبعا هستاذنكم اخد فاصل سريع، بعد الفاصل هكون عملت السمبوسك دي وادخلها الفرن عشان تاخد معانا وقتها تمام التمام، ولما نرجع هنعمل وصفه حلوه قوي. حد شاف في مكان الجديد الممتع التعليمي دايما هتشوفوه مع الشيف يسري في مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل.